محطتنا التالية مشاهدينا رح ننتقل فيها معكم بين العمل الإنساني والنشاط الرياضي. أيضا مع مجموعة من الشباب جمعوا حب وشغف للرياضة لحتى يشكلوا رابطة برشلونة الرسمية بسوريا ويكون لهم بصمة خاصة بالعمل الإنساني والتطوعي والإغاثي. اليوم قد ايه مهم اليوم يكون في هيك نشاطات؟ أكيد يا عفاف، حلوة هي الروح الرياضية الموجودة اليوم بين الشباب والصبايا ضمن هي الرابطة يلي أكيد عندها العديد من النشاطات والفعاليات إن كانت بالمجال الرياضي أو بمجال العمل الإنساني والتطوعي. رح نتعرف أكثر مشاهدينا عن هيدي الرابطة وعن المشاركين وبطبيعة العمل بشكل عام. بيسعدنا أنه يكون ضيفنا لليوم المسؤول بالنشاطات في رابطة برشلونة الرسمية في سوريا السيد زاهر غطا. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير كابتن. لك كابتن ولا لا؟ خلص زاهر. خلينا هيك نبدا معك بلمحه عن تاسيس الرابطه، كيف بلشت ومن ايمت وشو اول شيء بلشتوا فيه؟ يعني اليوم نشاطاتكم متعدده رح نحكي فيها شوي شوي. يلا يا صباح الخير. اول شيء يعطيكم العافيه. نحن رابطه برشلونه بسوريا بلشت باواخر 2022 بالضبط ب 22/12/2022 اخذنا الرسميه. طبعا الرسميه هي مجموعه من الاجراءات بتنعمل حتى نادي برشلونه الاسباني يمنح رسميه الرابطه بكل المناطق بالعالم، وسوريا كانت من هاي المناطق. نحن بال 2022 قبلها منطلقة الرابطه هون بتجمعات عفويه كانت تصير لحضور المباريات وكلهم من مشجعين هذا النادي. لما صارت الرسميه صار التحرك اوضح وصريح اكثر. بلشنا بنشاطات كثير من العاب رياضيه وهيك، وبعدين بلش النشاط الحقيقي بصراحة لما صار الزلزال. كان عندنا دور كتير كبير بافتئاد العالم اللي ضرروا بالزلزال بكل المناطق، وكان هذا الشيء الحقيقة مفرح جدا. ما توقعنا انه الأثر ينعكس علينا، يعني القصة صابتنا قلنا، فكرنا حالنا انه القصة رايحة للشو او رايحين لنعمل نحن شيء يبين، لا طلعت القصة استهدفتنا وكنا كتير فرحانين. بعد هذا النشاط صار في شغلات هلا بقلكم عليها. يعني صحيح انتم اليوم متخصصين بالرياضه ومهتمين بالرياضه، ولكن دائما عندكم جانب من العمل الانساني والتطوعي، وعم نتابع عبر الشاشه العديد من الصور من نشاطاتكم خلال عملكم ضمن هيدي الرابطه. خلينا نحكي، مؤخرا قمتوا بزياره لدار الكرامه وتم توزيع الهدايا للاطفال، خبرنا عن هذا النشاط. تمام. نحن الحقيقه بكل السنه حطينا خطه لنستهدف فيها ليكون لنا حضور مجتمعي. هذا الحضور المجتمعي قلت لك من شوي هو ما له للاستعراض، هو بيشبهنا يعني. فرحنا على دار الكرامه، هي دار العوده طبعا للايتام، هي موجوده بالغزلانيه. استهدفنا 60 ولد. النشاط انقسم لثلاث مراحل. المرحله الاولى كان عندنا زرع غرس، تقريبا 250 غرسه، ومو غرس زينه وانما غرس ليستفيدوا منه هن بالميتام. نباتات تنباع، بقدونس، نعنع، ميرامية، وهدول الأشياء يعني. هي كان مشروع الغرس كتير ظريف. بعدين انتقلنا للفقرة الثانية من النشاط اللي هي الألعاب، وهذا كتير أنا ركزنا عليه. نحن هي الألعاب هادفة وليس ألعاب إنه بس يلعبوا فوتبول أو هيك، لا، اللعب كان له محتوى إرشادي، محتوى تعليمي، بيحكي عن روح الجماعة، إنه أنت إذا بيلعب معك واحد مانه كفؤ كيف تستحمله، كيف تقبل إنه يكون معك شريكك باللعب. هذا كان كتير مهم. حكينا عن القيادة، كيف تكون القيادة فعالة، القيادة الخادمة وليس القيادة اللي هي بتشوف حالها على الناس التانيين. فالولاد انبسطوا بالتعليم اللي كان بهذا النشاط. نختم الموضوع بالرسم على الوجوه. كان معنا فريق رسم على وجوه الأطفال، حقيقة كمان كان مفرح جدا. المفعول الرجعي اللي عم يوصلنا من الأنشطة كتير جيد، والحقيقة حقق شيء يعني بيشبهنا، ما له غريب عننا. نحن حضورنا المجتمعي كان حقيقي وليس تزييف يعني. طيب كابتن، خلينا هيك كمان نضوي على مسير الدراجات يلي صار مرافق لهي الانشطه. شو تضمن هذا المسير وشو الهدف منه؟ يعني اليوم مسير دراجات وغرس 250 شجره مثمره، بالاضافه للاعمال الخيريه مثل الاغاثه ومساعده الاخرين. اليوم كثير عم تجمعوا اشياء مع بعضها، شو الرابط بيناتهم؟ يعني مسير الدراجات شو تضمن؟ مسير الدراجات نحن عملنا اعلان تجمعنا فيه، طبعا الشكر لفريق الرود رايد اللي تعاون معنا. طلعنا بشوارع دمشق، مشينا مسافه 10 كيلومتر تقريبا، شباب وبنات. كان المسير هو طويل، بس الهدف منه، انت سالتيني اول شيء عن الهدف. الهدف كان انه انت اليوم تستغني عن الاله،
تكون اكتيف اكثر، تطلع اذا المشوار فيك تروحوا بالسياره، لا روحوا مشي، روحوا على البسكليت، يكون عندنا جرأة يصير عندنا بسكليت. تماما، هي هي الحقيقه في ناس طلعت اول مره على البسكليت وتفركشوا اول شيء بس كانت القصه كثير مهضومه وجابت كثير نتيجه. انا بشوف انه هذا النهج لازم نحن ننتهجه، فنحن اليوم عم نعمل شيء حتى يصير مثل ثقافه يعني. وبعد مسير الدراجات اجانا كثير اتصالات انه اذا بتعملوا واحد اكبر يكون على مستوى كثير كبير، على مستوى رالي، القصه هيك عم تتطور صراحه. فكان الهدف انه مثل ما قلت لك انه يكون طبعا الهدف هو حضور مجتمعي وتنشيطي، ويصير الحركه والنشاط هي نهج حياه وليس فوره او انه انا اعمل شيء تحمست عليه، القصه معنا حماس. تمام. هلا كل ما يكون في مباراه لبرشلونه اكيد يمكن اليوم بيكون في تجمعات. تمام. اليوم بالمكان اللي انتم موجودين. تمام. فيه في الاشخاص المشجعين، وعم نتابع كمان عبر الشاشه اجواء من هي المباراه. خلينا نحكي عن التجمعات، عن النشاط الاجتماعي اللي عم يكون موجود، عن الاجواء الحماسيه كمان. تمام. اللي عم بترافق التجمعات. هي تجمعات عفويه كانت بالبدايه مثل ما قلت لك من الاول، بعد ما اخذنا الرسميه صارت منظمه اكثر، صرنا نتجمع كلنا بكافيات بكل مناطق. وين موجودة؟ أكتر شيء بباب توما القديمة بمطعم موناليزا. تمام. بالطابق الثاني اسمها بينيا. تمام. هي يعني مثل المحل الرئيسي اللي نتجمع فيه نحن. الحقيقة أول شيء كانت تجمعات هي شبابية، بعدين صرنا نجيب عيالنا وتعرفوا الكل على بعض، يعني صار حتى يعني شكلنا بالتجمع كتير ظريف، صرنا ننطر التجمع يعني إنه صار فيه كتير، بصير فيه بعد التجمع حكي ولقاءات وأحاديث كتير حلوة، يعني حب نادي برشلونة جمع هدول المجموعة كلها وصاروا يتجمعوا بكل وقت. هلأ عنا ثلاث تجمعات كبار رح يصيروا بالشهر الثاني. حلو. تفضلوا وشرفونا. اكيد ان شاء الله. اكيد يعني هي اكيد هايدي ما سالتك عن عبس وين يعني. يعني اكيد اسمه لي عليك تروحي بلاي. لا اكيد سهلا على سهلا يا كابتن. اليوم خلينا هيك نضوي اكثر على الاعضاء الموجودين بيتكم الداخلي، خلينا نقول البيت هي الرابطه، كيف الجو عندكم يعني يعتبر عيله واحده، اعمار الاعضاء الموجودين حتى متقارب ولا في بعد عمري بين كل شخص وشخص؟ تمام. يعني العمر مانو شيء مهم لحتى كمان الواحد ينتسب للرابطه. تمام. رح بلش من الاخير، هي الاعمار لا مانا متقاربه. اول شيء فكرنا انه متقارب، بعدين صار في نلاقي تفاوت بالاعمار. تمام. في من الجنسين. العلاقه بيناتنا هي علاقه الكتف على الكتف، علاقه التشاركيه. يعني رح اقول لك على شيء، يعني نادي برشلونه اليوم هو عمل شيء اسمه الكره الشامله. الكره الشامله يعني انت تلعب مع كل اعضاء الفريق لتوصلوا للغايه، ما في مهاجم صريح، ما في نضوي على لاعب واحد، وهيك نحن عم نشتغل بنفس النهج. ما معناتها نحن ما عندنا ثقافه، الشيء الاهم من هذا كله انه نحن هذا الفريق الصغير يلي عم بدير عمل الرابطه بدمشق هو عم ينقل ثقافتنا لبرا بشكل كثير صريح. قد ايه عددكم تقريبا؟ عندنا الفريق اللي عم بيدير الشغل هو 10 اشخاص، بس الفريق الكبير نحن اليوم صرنا 3000 شخص. يلي هن بيشجعوا الرابطه ويلي هن بيجوا على التجمعات طبعا بشكل متناوب، ما بيجوا كلهم فرد في دفع. اعمار معينه او اختصاصات معينه اليوم للانتساب للرابطه؟ لا، نحن اي حدا بيقدر ينتسب للرابطه بس بعد ال 18 طبعا، وبيقدر ينتسب للرابطه بشكل كثير بسيط، ما بده ولا اجراء ولا شيء، مجرد يتواصل معنا فبصير هو عضو بالرابطه، يعني ما في شيء صعب ابدا، موضوع كثير ميسر. أكيد. بس انا حبيت احكي انه نحن مثل ما شعار الرابطه هو السيف الدمشقي اللي فوق علم برشلونه، نحن ثقافتنا وبيئتنا الشاميه هي اهم بكثير من اي شيء ثاني. هن صحيح عندهم شيء نحن بنحبه، بس احنا عندنا كثير شيء نقلنا لهم اياه، هن موضوع الدراجات واللي عملناه بدار الايتام كثير لقى صدى باسبانيا وبرشلونه خاصه. الحقيقه كانت الرسائل كثير مشجعه، هن انبسطوا كثير بهذا الشغل، فنحن عم نعمل هذا الشيء لانه هذا بيشبه ثقافتنا، بيشبه حضورنا المجتمعي بدمشق كسوريين يعني. واهم شيء انه هذا الشغف موجود فيكم يعني كان، والاحلى شيء كمان انه عم تلقوا دعم، انتم دعم وتشجيع من الخارج. تمام. فكيف لو كان يعني انا بشوف انه حتى لو ما في هذا الدعم انتم من حالكم في كثير شغف من ناحيه هاي الامور، من كانت كثير انجازات انتم عاملينها. هلا خلينا نحكي، هلا خلصنا هي الانجازات حكينا عنها كثير، خلينا نتعرف على اهم التحضيرات يلي القادمه. تمام. هلا نحن عندنا على مستويين، على مستوى تجمعات الرابطه عندنا ثلاث مباريات رئيسيه هلا لاخر السنه، هدول مباريات هن اللي بيلعب فيهم برشلونه مع الانديه الكبيره مثل اتلتيكو مدريد، مثل بايرن ميونخ، يعني هذا رح يصير هلا تجمعات ضخمه بهذا الخصوص. اما على مستوى الحضور المجتمعي، احنا
احنا عندنا مشاريع مؤجله كانت هلا رح نبلش فيها، عندنا مشروع تشجير كبير رح نبلش فيه، ما بس غرس مثل هذيك مثل هذاك المشروع، هذا المشروع هلا عم نحط له يعني خطط، ما نتواصل مع وزاره الزراعه طبعا حتى نشوف وين لازم نشجر، بدنا نعمل رالي مثلا، بدنا نعمل شيء، في عندنا كثير افكار حقيقه رح تروح على الارض يعني مع الوقت. هلا الاهم شيء على المستوى الداخلي هو التجمعات يعني. هلا دائما يمكن في كثير اشخاص يمكن ما عندها هي الروح الرياضيه، ما بتتقبل الفريق اللي عم تدعمه وتشجعه انه يخسر، فاليوم يعني في حال صار اي اشكاليه او مشكله ممكن تكون صايره عندكم اليوم بالمكان، كيف بيتم التعامل مع هيك؟ بصير احكي على حالي، لازم يكون في ضبط كمان هيك. تمام، هلا انا مثلا اخي بالبيت ما انا مع برشلونه ضد، وانا اليوم مع برشلونه، فشغله كثير طبيعيه. نحن موديلنا يعني شكلنا بهذا البلد عن جد عم نقبل كل شيء. اليوم بيجي عالم بتشجع معنا هني ضد النادي، بصير كثير ضحك وكثير اجواء مرحه. الحقيقه ما تعرضنا لولا موقف الحمد لله فيه اساءه، بس لازم نكون مستعدين اليوم. شو يعني شلون الاستعداد يكون؟ انه اي صار اي اشكاليه ممكن تكون اليوم في ضبط اكثر في حال ما يصير اي مشاكل. ما تعرضنا ولا موقف يعني يصير فيه مشاده كلاميه او شيء، بس كانت كل الاجواء ظريفه. لا ما تعرضنا لهيك شيء، ما بتخيل يصير هيك شيء يعني. أكيد. طبعا هذا المبدا يمكن كل اعضاء الفريق متبعينه، بس اوقات يمكن الخساره او مواجهه التحديات والصعوبات. تماما، حكينا انه انتم بتتقبلوا الخساره بروح رياضيه يعني، إيه ملكل روح رياضيه ملكل الصعوبات او المواجهات هيك ولو بلمحه سريعه، خلينا اكيد رافقتكم خلال مسيركم صعوبات ومواجهات. تمام، هلا السنه الماضيه كانت سنه كثير متعسره صراحه، كان سنة كثير متعسرة بالنسبة للنادي وبالنسبة للمشجعين هون، هذا عمل شوية إحباط، بس اليوم الحقيقة بلش برشلونة بنتائج جيدة كثير، هذا انعكس على حضورنا أكثر وصار العالم متشجعين أكثر ليشوفوا النادي بصورة أحسن. لا الأجواء هلا إيجابية السنة أكثر من قبل، من السنة الماضية معك حق كان في شوي هذا الشعور. أكيد. بالختام كنت معنا زي سيد زاهر غطاس المسؤول اليوم برابطة برشلونة الرسمية، شكرا لك ورجلك معنا وطنا لك كل التوفيق وكل الأشخاص الموجودين أكيد كلهم. شكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. شكرا لك كابتن زاهر، وأكيد نتمنى التوفيق والنجاح والتقدم الدائم لفريق برشلونة. شكرا، نعطيكم بأول تجمع. أهلا وسهلا.